مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج آفاق الاستثمار في إريتريا. أقدمها لكم هذا الأسبوع من العاصمة الألمانية برلين. يشترك معي الأستاذ المهندس محمد صالح بدوي من أستراليا ويشرف اليوم على تسجيل هذه الحلقة. اليوم سيكون حديثنا عن مشروع شركة وهاشون، وكلمة وهاشون ترمز بلغة البداويت وهي إحدى اللغات الإريترية التسعة وطني أرضي، أي بمعنى إنها ترمز للتراث الإريتري. قدمنا في الأسابيع والأيام القليلة الماضية حلقتين من مشاريع وهاشون وإنجازاتها وابتكاراتها المعمارية في إريتريا. قدم الحلقة الأولى باللغة التجرينية الزميل إلياس أماري من الولايات المتحدة الأمريكية، والزميل تدروس كويتوم من السويد. والتقديم كان ليس لتفسير برنامج وإنجازات شركة وهاشون ومؤسسها الشاب الطموح أبو بكر حج حسن، لكننا لإلقاء الإداءة عن المشاريع التنموية في إريتريا. وسنواصل أيضا عرض أو تقديم مشاريع أخرى تم إنجازها في إريتريا. اليوم طلب مني زملائي أن أقدم هذه الحلقة باللغة العربية تعميما للفائدة. قدمنا الحلقة الأولى بالتجرينية، والثانية قدمتها الزميلة فاطمة حامد فلكت من أيضا بلغة التجري من كندا، واليوم نقدمها أنا والزميل محمد صالح بدوي من ألمانيا وأستراليا ميلبورن. الهدف من التقديم هذه الحلقة ليس لتفسير ما حدث من تطور معماري في إريتريا أو ما قام به الزميل أبو بكر حج حسن من إدخال ابتكارات جديدة أيضا، بحيث أن العمل المعماري بحيث يتناسب مع الثقافة والتاريخ الإريتري. هذا هو طبعا خلاصة التراث الإريتري. عندما نتحدث عن التراث الإريتري نقصد بمختلف مكوناته الاجتماعية. إذن إريتريا يعيش فيها 9 قومية وتتحدث ب9 لغات، ومشاريع وهاشون تجسد هذه الثقافة وهذا التاريخ. اليوم بكل اختصار، لأنني لا أريد أن أتحدث عن العمل المعماري، بدليل أن من شاهد الحلقة الأولى باللغة التجرينية زاد على 200,000 مشاهد، وهؤلاء ليس إريتريين فقط، بل شاهدها أيضا العرب والأجانب الإيطاليين الألمان. هذا ما لمسناه من خلال التعليقات التي أتت في قناة القرن الأفريقي، يعبرون عن سعادتهم وإعجابهم بما تم إنجازه في إريتريا رغم الحملة الإعلامية المكثفة التي كانت تدعي من أعداء إريتريا بأن الاستثمار توقف، العمل المعماري توقف، وإريتريا الآن تحولت عادت إلى 50 عاما للوراء. إذن من تقاليد الأخوة والزملاء في إريتريا والرفاق لا يردون، يعني في لا يضيعون أوقاتهم في الرد على ما يقال على إريتريا أن إريتريا هي دولة طاردة، إريتريا لا تقبل بالاستثمار، إريتريا دولة منقلقة على نفسها. كل ذلك يعني ترد عليه بالعمل. وأنا أقول أن برنامج وهاشون أو شركة وهاشون التي تأسست قبل 6 أعوام في أندونيسيا، وأتى مؤسسها الشاب الطموح أبو بكر حج حسن إلى إريتريا حاملا معه كل أفكاره التي بدأها هو طالب. وعندما نتحدث عن الزميل أو الشاب الطموح أبو بكر حج حسن، في تقديم الزملاء قالوا أنه يعني ولد في حرجيجو
وبعدما يعني الاستعمار أحرق المدن والقرى وساوى بعدها مع الأرض، فهو ينتمي فعلا ومن مواليد هرقيقو من الجيل الثاني أو الثالث في إريتريا. فكل قرية هرقيقو وسكانها يعني كان عليهم أن يتركوا ديارهم ويتجهوا نحو اللجوء، سواء من هاجر منهم إلى السودان أو الدول إلى الشتات أيضا. أبو بكر كان بحكم طبعا يعني لا يتجاوز 7 أو 8 أعوام، دخل في مدرسة استقبلتهم الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في الأراضي المحررة في منطقة الساحل، وعلمتهم ودربتهم وكان يطلق عليهم الورود الحمر. هذا الشاب بعد مغادرته لساحة الميدان اتجه إلى السودان وبعدها إلى القاهرة، ثم درس أيضا الإعدادية وكمل دراسته في الهندسة المعمارية في ألمانيا. لكن كثيرين أو عشرات الآلاف أيضا درسوا في الخارج وتخرجوا وحملوا شهادات عليا، ليس هذا هو المقياس. الرجل تربى في مدرسة الثورة وحمل هذا الفكر وحب الوطن من هذه المدرسة الذي تربى فيها وترعرع فيها، وكان يحمل هم الوطن عندما هاجر، سواء كان في القاهرة التحق بتنظيمات الشباب التابعة للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وتدرج في العمل والوظائف، وافتتح آخرها كان افتتاح مطعم أطلق عليه اسم ماساي. وطبعا رجل يعني يعشق الفن والتراث، بدليل أن المطعم الذي أعطاه الاسم ماساي هو إحدى القبائل في كينيا. لكن من دخل، وأنا أحد الذين كانوا باستمرار يعني يتردد أو يزور هذا المطعم بحكم إقامته في العاصمة الألمانية برلين، عندما تدخل مطعم ماساي الذي كان يملكه الشاب الطموح أبو بكر محمد حسن، وكأنك دخلت في قرية إريترية. من هنا يأتي، وعندما تجلس في هذا المطعم ينتقل من في مطعمه من طاولة إلى أخرى ليشرح الصور، الذي دائما يغير كل 3 أشهر يأتي بصور جديدة تعبر عن تراث وهشون لم تأتي من فراغ. الرجل يعني كل طموحاته وما كان يحلم به هو العودة إلى إريتريا، ثم إقامة مشروع كان يحلم به منذ الصغر. والآن طبعا لا أريد أن أكثر من الحديث حول أبو بكر، لأن هنالك أبو بكر ليس وحده الذي أنجز هذا المشروع، عشرات الآلاف من الشباب الذين ولدوا في الميدان وتربوا في إريتريا ودرسوا في إريتريا، هؤلاء هذا المشروع يجسد طموح عدد كبير من الشباب الإريتري اشتركوا في الإنجاز والتسميم والول. أبو بكر أتى بفكرة، هو صاحب الفكرة هو صاحب المشروع، ولكنه طبعا وجد من يحتضنه. إريتريا تحتضن أبنائها، من يأتي بفكرة لا يطرد، من يأتي بعمل فعال يعني يستقبل بترحاب. وهذا ما شاهدناه في السنوات العشرين الأخيرة، من عاد أيضا يعمل في مختلف المجالات. ستشاهدون في القريب العاجل أيضا في قناة القرن الأفريقي برامج تنموية يعني بإشراف وإنجاز، يعني ما أنجزوه الشباب ليس بقليل. هنالك كانت حروب وغزو خارجي، إنما لم يوقفهم من الاستمرار في إنجاز العمل التنموي، وهذا ما تشاهدون اليوم أو سنشاهده معا في هذا البرنامج ومن هذا القبيل. إذن فكرة رؤية وهاشون هو إنجاز مشروع معماري يعكس التراث الإريتري بمختلف مكوناته. هذه يلخص هذا الفيلم وما قدمناه باللغتين التجرينية والتجري، والآن باللغة العربية، وسيأتي أيضا وسنقدم أيضا البرنامج الرابع باللغة الإنجليزية يعكس أيضا هذا هو. إذن لماذا إريتريا، من يقول أن إريتريا ترفض، إريتريا لم ترفض الاستثمار، إريتريا ترفض الشركات الأجنبية التي تأتي بمشاريع جاهزة وبتمويل جاهز
وتأتي إلى إريتريا لتفرض مشاريعها وطموحها دون إشراك أصحاب الشأن وأصحاب البلد. هذا ما ترفضه إريتريا. الآن كل المشاريع التي تم إنجازها في إريتريا سواء كانت تنقيب عن الظهر وشركة البوتاش الدناكر وكل الشركات اللي أتت إلى إريتريا عليها على إريتريا أن يكون لها الكلمة، عليها أن تراعي على البيئة، عليها أن تراعي شروط وتقاليد الشعب الإريتري، عليها أن لا تشوه منازل إريتريا، لأن نحن الآن ما عكفنا ما نعمل في على كل في الأقاليم الستة. من يتجول أيضا في إريتريا سيرى نموذج آخر أيضا مما قدمته شركة وهاشون في إريتريا. هنالك الإعمار جاري، وطريقة المعمار الآن هي تتماشى مع طبيعة الشعب الإريتري وتقاليده وتراثه. إذن إريتريا الشيء الوحيد الذي لا تقبله هو إملاء الشروط. أنت تأتي بالمال نعم، أنت تأتي بالخبرة نعم، ولكن نحن أيضا لنا خبرة ولنا تجارب، وهذه التجارب لم تبدأ اليوم ولم تبدأ مع الجيل الثاني أو الثالث. هذه التجارب بدأت من في مرحلة الكفاح المسلح، ما أنجزته الجبهة الشعبية في الجبال، بنت المدارس والمستشفيات تحت يعني تحت الأنفاق تحت في الجبال أيضا. وهؤلاء الذين تربوا أمثال الشاب الطموح أبو بكر حج حسن في الثورة لم يغيروا سلوكهم ولم يمسوا وطنهم، لأنهم الآن مهما هاجروا ومهما ابتعدوا ومهما غاب عن وطنهم يعودوا إلى وطنهم لتقديم ما امتلكوه من ما أضافوه من خبرة إلى خبراتهم القديمة وإلى تربيتهم الثورية، عاد يعود إلى بدوهم لتقديم المزيد من الإنجاز. وأبو بكر كان دائما يردد كلمة واحدة لا أنساها أبدا عندما نلتقي به في مناسبات مختلفة، في المهرجانات وفي المناسبات الوطنية في ألمانيا وغير ألمانيا، يقول نحن سنبني إريتريا الحديثة، نحن الشباب. يفتخر بكلمة الشباب، وهو أيضا شاب، وهم عادوا. إريتريا هي طبعا نادلت الشعب الإريتري نادله، وعملية التوريث تمشي على وسط. يعني هناك الشباب الآن احتلوا مكانهم في كل المجالات، في السياسة، في الدبلوماسية، في العمل التنموي، في العمل المعماري، تجدهم في كل مكان. الآن لا أقصر الحديث، نحن لا نرفض الاستثمار، إنما نرفض الاستعلاء ونرفض يعني الشروط المسبقة، بل نؤمن بالشراكة. ومشروع وهاشون يجسد هذه الحقيقة. المهندسين أتوا من أندونيسيا، لأن الشركة تأسست في أندونيسيا مع الشاب الطموح أبو بكر حج حسن، إنما يعني خبرتهم والمواد التي أتوا بها من أندونيسيا، قام أبو بكر محمد الأخ أبو بكر حج حسن تطويعها لاحتياجات إريتريا وتراث إريتريا. هذا هو ملخص هذا البرنامج، وسنقدم برامج أخرى أيضا حول سنخصص برنامج في قناة القرن الأفريقي حول آفاق التنمية في إريتريا. وحتى ألقاكم أنا وزميلي المهندس محمد صالح بدوي من أستراليا، استودعكم الله، شكرا، حتى لقاء آخر. وهاشون رؤى المستقبل لطرز معمارية جاذبة. وهاشون يمتلكها ويديرها المعماري الإريتري أبو بكر حج حسن. تم تأسيسها في إندونيسيا العام 2014 للميلاد. ويتمثل نشاط مؤسسة وهاشون على الابتكارات المعمارية والإنشاءات الهندسية، وتضم 25 من المهندسين والمصممين وخبراء العمارة وتقنية المعلومات. وهاشون كلمة مأخوذة من اللغة البدوية، وهي تعني أرضي وطني.
أخذنا الكلمة دي عشان تكون اسم شركتنا، لأن جميع ما نفعل من ابتكارات فنية أو تسامين حديثة منبعها يكون ثقافتنا وعاداتنا وامتدادنا. تولي مؤسسة وهاشون اهتماما خاصا بالمواد الخام الطبيعية في أعمال الإنشاءات التي تقوم بها، وإحدى هذه المواد الخام هي الأخشاب الحجرية والاستفادة منها في صنع مختلف الأشكال المميزة. وهذه الأخشاب الحجرية هي عبارة عن أشجار ضخمة استقرت في باطن الأرض منذ ملايين السنوات بفعل عوامل الطبيعة كالزلازل والتصدعات التشققات الأرضية، وتحولت إلى أحجار صخرية بفعل التفاعلات الجيولوجية الكيميائية التي تمت في باطن الأرض. وتوجد هذه الأخشاب الحجرية على عمق 10 أمتار في باطن الأرض، لذا فإن عملية البحث عنها واستخراجها تحتاج لجهد فائق. والمنتوج الذي يصدر عن هذه الأحجار يبقى لأبد طويل ويتميز بصلابته وجودته. الأخشاب والأحجار والخيزران والحبال المجدولة بسعف النخيل هي إحدى الأدوات التي تستخدمها مؤسسة وهاشون في تصاميمها وابتكاراتها. تتميز المباني المشيدة من الخيزران بجمالها ورونقها الخاص، وقد قامت مؤسسة وهاشون بمعالجتها عبر المواد الكيميائية، ما يجعلها تعمر طويلاً. رؤية وهاشون. ترتكز رؤية وهاشون على مزج الطرز المعمارية الإريترية التقليدية مع الطرز المعمارية الهندسية المعاصرة، بما يعكس تراث وهوية الشعب الإريتري بمختلف مكوناتها. ومن جانب آخر، الاستفادة القصوى من كميات الأحجار المتوفرة بكثرة لافتة في إريتريا واستغلالها ببراعة وكفاءة. في هذه الآونة فإن مؤسسة وهاشون قد وجهت أنظارها بشكل كلي نحو إريتريا. وكبداية وانطلاقة واثقة حثيثة لأعمالها، ابتدأت عبر مشروعين كبيرين على المستوى الوطني. تتميز إريتريا بتعدد أنماط المساكن فيها نسبة لتعدد العادات والثقافات وسط سكانها وتباين الطقس والمناخ، وتمتلك إرثاً كبيراً من الطرز المعمارية والبنية التحتية التي ورثتها عن الحضارات القديمة والاستعمارات التي تعاقبت عليها، إضافة إلى المباني العصرية المبنية على طراز الأرت ديكو والتي تم الاعتراف بها كجزء من التراث الإنساني العالمي من قبل منظمة اليونسكو. وانطلاقاً من هذه الخلفية الهامة، كان لابد من دراسة وجمع المعلومات الوافية عن أنماط البناء التقليدي والعصري عبر إجراء دراسات استكشافية واسعة النطاق لأشكال بناء منازل متنوعة شملت معظم أقاليم البلاد الست. المشروع الأول لمؤسسة وهاشون.
بعد اكتمال الدراسات اللازمة للطرز التراثية والحديثة لمباني بلادنا واستخلاص معلومات وملاحظات هامة، وكخطوة أولى لبرورة رؤية وهشون، تم البدء في المشروع الأول للمؤسسة، وهو تشييد مركز سياحي كبير في قلب العاصمة أسمرة أطلق عليه اسم المؤسسة وهشون. في البداية اللي أخذت مننا جهد ووقت طويل هي عملية تصميم الهيكل الذي يتحمل ثقل هذه المباني الضخمة الذي نصممها. وهذا النموذج الثاني الذي صممناه بكل عناية، معمول من أعواد الخيزران، وصممنا الهيكل بتاعه على أساس هو يتحمل أسقف الأكواخ الكبرى. المزاوجة بين نمط البناء في المنخفضات ونمط البناء في المرتفعات لكي نخلق نمط إريتري جديد امتداداته ثقافتنا وتراثنا. وأهم ما في الفكرة إن المبتكر الإريتري يلاقي أرضية يعرض فيه فنه ومنتجاته، وللزائر إن كان مواطن أو أجنبي يلاقي فيها نبذة مسكرة لإريتريا. الهدف من ده هو بناء نمط جديد يعكس مادينا ويستشرف مستقبلنا ويكون للأجيال القادمة دليل يبنى عليه. في هذا المنتزه 40 من المحال مشادة وفق الطرز التي تمزج ما بين الأصالة والمعاصرة لبيع المنتجات المحلية، وأكثر من 15 من المطاعم والمقاهي وصالات العروض والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية وغيرها من مرافق. المقاهي المقامة في المركز أعطيناها اسم ثورتنا. وبما أن الجزء الأعظم من النضال كان في الجبال والغابات والوديان، صممنا المظهر الخارجي للمقهى على شكل جبال. التصميم الداخلي للمطعم صممناه بحيث يعكس بيئة الثورة، بمعنى الأرضية عملناها من تراب، المقاعد والترابيزات عملناها من أحجار وأخشاب، والمنظر العام الأسقف والجدران شبه غابة. أحد أبرز المعالم أو أبرز التصميمات هو
مطعم إريتري على شكل مصوب، والمصوب هو إناء من السعف لحفظ الخبز المحلي. اعتادت معظم المطاعم أن تقدم وجبات معينة لمنطقة جغرافية معينة في إريتريا، فنحن هنا عاوزين ندي نبذة عن إريتريا، فلا بد أن نجمع بين كل الوجبات في مكان واحد. ليس ذلك فقط، بل حاولنا أن نعكس أيضا التراث والثقافة في هذا المكان. إن منتزه وهاشون المقام في أسمرة سيغدو لوحة راسخة للفنون والتاريخ والثقافة وعادات الشعب الإريتري، ومنتجعا للروح والعقل، وملتقا كبيرا يضم كل ما تشتهي الأنفس. المشروع الثاني لمؤسسة وهاشون. المشروع الثاني وهو يتم تحت رعاية مكتب فخامة الرئيس سياسة فرقي وإدارة عد هلو، ويعنى بإنشاء المنتزه الوطني في سد مسلام أو قرقرة بالإقليم الجنوبي. وقد انطلق هذا المشروع تطبيقاً لتوجيهات فخامة الرئيس إسياس أفورقي القائلة: يجب ألا تقتصر سدودنا على توفير المياه والتنمية الزراعية، بل يجب أن تكون مركز جذب سياحي للزائرين من الداخل والخارج. وكان فخامة الرئيس مواكباً لهذا العمل من خلال تفقده الدائم وتوجيهاته السديدة، مما سرع من وتيرته وأعطاه دفعة كبيرة للأمام. الفكرة تحمل مضامين كبيرة وعزيمة، ومسؤولية تطبيقها على الأرض الواقع لابد أن تكون بنفس عزمة الفكرة. قامت مؤسسة وهاشون وبالتعاون مع مركز الخرائط والمعلومات الإريتري وشركة سجل للبناء وإدارة مشاريع عد هلو بعمل الدراسات اللازمة حول موقع المشروع، والقيام بالمسوحات والاستشارات الهندسية المطلوبة لتحقيق رؤيتها بما يتوافق مع التصور الذي وضعته في تصاميمها لتجسيد ذلك على أرض الواقع. هذا وبعد الانتهاء من الدراسات والمسوحات الكافية، وضعت المؤسسة تصاميمها الخاصة بالمشروع على الخرائط وشرعت في التنفيذ. وبالطبع لن يكون هذا المنتزه الوطني مكانا للاستجمام والترفيه وموقعا يأسر ألباب الزوار فحسب، بل هو واحة ومرآة خلابة تتجلى فيها قيم الشعب الإريتري المستمدة من حضاراته وتاريخه الناصع العريق وتوريث ذلك للأجيال المتعاقبة، كما هو أيضا إبراز لصورة إريتريا البهية الناصعة والإسهام في التنمية السياحية في البلاد على تعدد أبعادها وآفاقها. امتزج التصميم الهندسي لهذه الحديقة الوطنية بالفن والجمال الوريف ليشكل لوحة رائعة تتماهى مع تضاريس ذلك الموقع الفاتن والبهي. يتم تشييد هذه الحديقة بحيث تضم العديد من مناطق الترفيه ومرآب للعربات ومحال تقدم مختلف الخدمات للزوار، بالإضافة إلى مواقع تتيح للزائرين والزائرات إطلالة بديعة على مياه سد مسلام. ويشكل التاريخ ركناً هاماً من أركان هذا المنتزه الوطني، وأولى المنحوتات التي تم نصبها فيه هي مجسمات بويا، والتي تؤكد بأن إريتريا هي موطن الإنسان الأول من خلال الهيكل العظمي لإنسان يعود تاريخه إلى أكثر من مليون سنة.
ويضم المنتزه أيضا مجسمات وتماثيل تعكس حضارة عدوليس التي كانت مركزا ومنارة لمملكة دعامات التي ازدهرت في المنطقة في القرن الثامن قبل الميلاد. ويؤرخ المنتزه أيضا لدخول الديانة المسيحية إلى البلاد عبر القس السوري في رمناطوس، والذي قرقت سفينته قبالة شواطئ إريتريا في النصف الأول من القرن الرابع الميلادي، فلجأ إليها وبدأ في نشر دعوته المسيحية. ثم تابعه 9 قساوسة من بينهم القس أبا حني والأب ليبانوس والأب أرقاوي، والذين لعبوا دورا كبيرا في نشر المسيحية في مملكة أكسوم على مدار السنوات اللاحقة. أما دخول الديانة الإسلامية إلى إريتريا في القرن السابع الميلادي فتعكسه مجسمات المنتزه، والتي تروي قصة دخول الإسلام إلى إريتريا، فجر الدعوة الإسلامية في مكة، واضطهاد قريش لأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم القليلين، مما دعاه لأمرهم بالهجرة إلى شواطئ إريتريا، والتي كانت تتميز بوضع سياسي وديني متسامح عبر 3 هجرات ضمت أهل بيته وأقاربه وأتباعه. وكان ضمن المهاجرين في الهجرة الأولى من آل بيته وأصحابه ابنته السيدة رقية وزوجها الصحابي الجليل عثمان بن عفان، حيث وطئت أقدامهم اليابسة في المكان الذي يقع الآن في الجزء الشرقي من ميناء مصوع، وذلك في العام 615 ميلادية. ويعتبر مصلى الصحابة في مدينة مصوع أول مسجد بني في الإسلام وأحد المعالم الأثرية الهامة الباقية من تلك المرحلة، وتأتي أهميته من كونه يشكل حلقة هامة في تاريخ انتشار وتطور الدين الإسلامي، وشاهد أثري وتاريخي حي باق وملموس حتى يومنا هذا، له قيمته الوطنية والتاريخية في بلادنا. بالإضافة لذلك يعكس المنتزه مختلف مفاصل التاريخ الإريتري، بدءا من القزوات التي كانت تتعرض لها البلاد في مختلف الحقب، وصولا إلى مرحلة الاستقلال الوطني في التاريخ الحديث. المرحلة الأولى، الإنشاءات. لم يكن تجسيد ما تم وضعه من تصاميم وخطط في الأوراق والخرائط على أرض الواقع بالشيء السهل، فالأمر يتطلب أولاً تمهيد الأرضية وتسويتها كمهمة أولى عند الشروع في التفكير لتشييد الحديقة التي ينبغي إقامتها على سهل بمساحة 10,000 متر مربع. اليوم هو اليوم الأول اللي حنبدأ فيه الشغل على الأرض، فده بالنسبة لي أنا وكل المشاركين في هذا المشروع يوم فريد ومميز. وبدأنا زي ما أنتم شايفين بتمهيد الأرضية وتسوية الجبال والوديان عشان تكون صالحة لإقامة المشروع. وبحكم تضاريس الموقع المتوزعة فيه التلال والبهاد والسهول والأودية، توجب العمل الشاق واستدعى شق الجبال وجلب التربة والحجارة من مسافة بعيدة لتهيئة سهل منبسط متساوي يصلح لإقامة المشروع. وبعد 6 أشهر من العمل الشاق المتواصل، تحول ذلك الموقع بتضاريسه المختلفة إلى سهل مبسط وكأنه من صنع الطبيعة. ولأن هذا السهل سيتم فيه نصب تماثيل بأحجام مختلفة، كان لابد من قياس درجة تحمل الأرضية لذلك، وقد تمت تلك المهمة عبر مهندسي مركز الخرائط والمعلومات الإريتري. بعد 6 شهور من أشغال متواصلة وجبارة، قدرنا نجهز أرضية بمساحة أكبر من 10,000 متر مربع. المرحلة الثانية، إنشاء وهاشون.
بعد تجاوز تنفيذ المرحلة الأولى، تم الشروع في إعداد وتجهيز ممر السد وتوسعته بطريقة تلائم أن يتحمل أكثر من 300 من النصب التذكارية إلى جانب المجسمات والمنحوتات الحجرية وفقاً للتصميم الذي أعده المعماري أبو بكر حجي حسن. وضعت مؤسسة وهاشان وشركة سجن ومركز الخرائط والمعلومات الإريتري خطة مشتركة بعد ذلك لإضافة شرفات في 24 موقعاً على حافتي ممر الجسر وعبر الشرفات الجاهزة الصنع والمعدة لهذا الأمر. ولقد تم تحضير وإعداد تلك التوصيلات في مصنع مؤسسة عشاقلقل بالإقليم الأوسط في عدة مراحل، أولها تجهيز هياكل حديدية بحجم التوصيلات المراد إقامتها ثم ربطها بالسيخ وملئها بالخرسانة المسلحة لتجهيزها ونصبها في المواقع المطلوبة. وكان لمهندسي وشباب شركة سجل للإنشاءات دورا مشهودا في إنجاز هذه المهمة في وقتها المحدد. وتم نصب هذه القوالب الخرسانية المسلحة عبر العمل الذي شاركت فيه القوى البشرية والآليات في المواقع التي خصصت لها. ونظرا لارتفاع هذه التوصيلات بحوالي 30 سنتيمترا عن أرضية الممر، استدعى ذلك بالضرورة مساواة الأرضية معها. ولإنجاز هذه المهمة تم في البدء ملأ أرضية الممر البالغة كيلومترا واحدا بالحجارة في عمل شاق شارك فيه حوالي 400 من العمال. حيث وصفت الأرضية بالخرسانة المسلحة حتى تمت مساواتها بالتوصيلات المضافة إلى الممر. وبعد حوالي 7 أشهر من العمل المضني والمتواصل، تم تجهيز ممر سد قرقرة لوضع أكثر من 300 من النصب التذكارية والمجسمات والمنحوتات على أرضه عبر تمهيد البنية التحتية اللازمة لذلك. المرحلة الثالثة، الإنشاءات. موسم الخريف هذا العام كما تشاهدون جيد جدا، ونحن نبدأ المرحلة الثالثة من العمل في ظل هذه الأجواء الخريفية الخلابة والرائعة. تم إنجاز المراحل الأولى للتمهيد للبنية التحتية عبر الإمكانات الذاتية والموارد المحلية، وتبقت المرحلة الثالثة التي شكلت هدفاً أساساً من أهداف مؤسسة ووهاشون، الذي يتمثل في كيفية الاستفادة من الثروة الحجرية التي تتمتع بها إريتريا وإدخال الخبرات المطلوبة التي تتيح استغلالها في مجال البناء والإنشاءات. عند التفكير في أي مشروع أي إن كان وفي أي مجال عملي، وقبل البدء في العمل لابد من إجراء بحوث ودراسات في هذا المجال المعين. لذلك عند التفكير في صناعة الأحجار في إريتريا لابد من جمع المعلومات الكافية والعلم والمعرفة الموجودة عن الحجار في العالم لاكتساب معرفة ودراية كاملة بكل جوانبه المهنية والعلمية. ومن هذا المنطلق شرعت مؤسسة ووهاشون في الاستفادة من الخبرة الإندونيسية التي عملت على مدى أعوام طوال في هذا المجال المتفرد، وإدخال تلك المهارات إلى البلاد ونشرها على نطاق واسع. ولما كان إحضار الكتب من الخارج لا يعني إحضار أوراق مجردة وحسب،
بل جلب العلم والمعارف التي تذخر بها تلك الكتب. لذا فإن مؤسسة ووهاشون ومن وراء إحضار الحجارة المنحوتة من الخارج هدفت إلى نقل تلك المهارة والخبرة والمعرفة الطويلة إلى داخل البلاد، وذلك للاستفادة من الثروة الصخرية الهائلة التي تذخر بها، وليس لأن إريتريا تفتقر إلى الحجارة ولا لرغبة المؤسسة في استيراد مواد موجودة أصلا في الداخل الإريتري. تمثلت المرحلة الثالثة بعد تمهيد الأرضية في فرش أرضية الممر بالحجارة المنحوتة بمهارة فائقة، وقد بدأ هؤلاء العمال المهرة عملهم وسط أجواء ترحاب وبيئة مهيئة ومحاطة بشعب كريم مضياف. وقد قضى هؤلاء العمال فترة عملهم مستمتعين بأجواء إريتريا البديعة وشعبها المضياف الودود وخيرات هذه الأرض المعطاء. وإدراكا من مواطني المنطقة لأهمية السد قرقرة في تنمية منطقتهم وعائده الاقتصادي من جانب، وأهمية هذا المنتزه السياحي الذي يعكس تاريخ الشعب الإريتري بكل مفاصله ومراحله من جانب آخر، لم يبخل هؤلاء المواطنون والمواطنات بالدعم والتشجيع للعمال في مختلف مراحل العمل ومنذ البداية وحتى اللحظة من خلال مشاركتهم وحسن ضيافتهم. تمثلت هذه المرحلة في فرش أرضية الممر بالتربة المختارة وإحاطة جانبيه بالأحجار المنحوتة بعناية فائقة ونصب أعمدة فائقة الجمال على مدخل ومخرج الممر وإعداد مساحات دائرية وسط الممرات لنصب التماثيل والمنحوتات التاريخية. يهدف هذا العمل في غايته النهائية إلى نقل الخبرات والكفاءة إلى الشباب الإريتري، ومن هنا تنبع أهميته الكبرى. وقد تم إنجاز 90% من هذا العمل عبر الحجارة، وهو ما يضحي شاهداً على أهمية ثرواتنا الطبيعية في فن العمارة المعاصرة. صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع، صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع، سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع، سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع، بالمال والعلم والإبداع، بالمال والعلم والإبداع، إلى الأم إلى التراب، إلى الأم إلى التراب، المخضب بالدم أقسمنا بأن نرجع. سيتم في هذه الحديقة الوطنية نصب 3 أنواع من المجسمات. النوع الأول والذي يعكس حضارة عدوليس القديمة المتمثلة في المسلات والأعمدة والمباني
وجوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذا النوع من المنحوتات يتميز بالفنيات العالية والقوة ويظل خالدا لمئات السنين. اليوم نبدأ مرحلة نحت التماثيل الكبيرة والضخمة على الصخور، وهو عمل يتطلب مهارة عالية تتميز به شركتنا شركة واشون. ويبدأ عمل هذه المجسمات برص جدار طوله 10 أمتار وعرضه 8 أمتار بحجارة عمقها 20 في 40 سنتيمترا، وتتطلب مهنية واحترافية فائقة تتميز بهما مؤسسة وهشون. ثم يتم النحت على هذه الحجارة التصميم المراد إنجازه، ويستغرق إنجاز هذه العملية حوالي 6 أشهر. أما النوع الثالث من هذه المجسمات فهو تماثيل بالحجم الحقيقي، يصل عددها إلى 300 تمثال، وتبرز كافة مراحل نضال الشعب الإريتري من أجل الاستقلال. ويتم صنع هذه المجسمات عبر عدة مراحل، تبدأ بأخذ الأشكال المرسومة على الورق ونحتها بأنواع معينة من الطين واستخراج الصورة الحقيقية منها عبر فنون النحت، ثم طليها بالنحاس والألومنيوم لتأخذ شكلها النهائي. وقد تم إعداد هذه المجسمات والمنحوتات كلها وإحضارها إلى إريتريا بعناية فائقة، كما نصب إحداها في سد مسلام أغرغرة، وعلى المدى القريب سيتم استكمال النصب المتبقية وتدشين المنتزه الوطني في سد مسلام أغرغرة ليغدو متحفا بصريا وواحة آمنة للتاريخ الإريتري بكل مفاصله وحقبه. Yeah.